مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أكسجين. المجتمع متعدد الفئات، برنامج أكسجين سلط الضوء على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم حملنا لكم مجموعة من التقارير من دول مختلفة، خلينا نشوف شو هي. سوري أصيب بإعاقة حركية، تجاوزها وتحدى جميع مراحل العلاج وانطلق إلى حياته. كاميرا أكسجين رافقته إلى مكان عمله وتعرفت عليه أكثر. الحادثة هي كان في عنا نحن وقتها في الليل، كان شتاء، كان في عنا مشروع تخرج، مو تخرج يعني، هو مشروع كل شهر يعني نعمله، كنا شغالين فيه أنا واثنين من الشباب، يعني حبينا نطلع نغير جو شوي، قلنا يعني عشان نكمل شغلنا، فنزلت يعني عند بيت واحد من الشباب، هذا الحديث كان في حلب في حي الأندلس. فكنت خلال انتظاري لصديقي، كان طلع يجيب شغله من بيته، كان في اشتباك بين مجموعة هيك شوي غريبين، يعني إنهم معروفين إننا في سوريا بيعين دخان بقولوا لهم، أو اللي هلا حاليا الشبيحة يعني، لأنهم مستوطنين الوضع يعني. كان في اشتباك بسيط بيناتهم، عم تخانقوا بالصوات العالية، طبعا كان أقل واحد فيهم شايل سكين، أقل واحد فيهم كان شايل سكين، على كلمة من هون كلمة من هون، شيل إيدك ليش هتتخانق من هالكلام هذا. كان نازل صديقي الثالث اللي هو كان طالع من في البيت يعني، فلما نزل وشاف هالاشتباك هذا بينهم، هن يعني كانوا عم يتخانقوا مع بعض وقلبوا عليه، بس للأسف يعني على كلمة طولوا بالكم يا شباب صلوا على النبي، تهديد خناق يعني، تهديد المشكلة. فصرت أتراجع يعني، لأنه صار في كمية كبيرة تجي يعني، تقريبا في شيء 15 شخص كانوا كلهم، أقل واحد فيهم قلت لك حامل سكين، في أنواع كانت عصايات بسمير أنواع طول فايت معركة يعني. فصرت أتراجع أنا خلال فترة يعني، خلال لحظة تراجعي فجأة أنه أجاني واحد وضربني بسكين من ظهري في الرقبة، الإصابة أجت في T2 T3. للأسف كانت كل النتائج إنه محمد أنت صوتك بدها تفوت، لأنه بدها تبدأ تتعود على حياة الويلتشير، وحمود ربك انه الحمد لله حافظت على جزء كبير، لانه كنت بدي تفقده كمان، لانه الاصابه هي ساره فوق في الرقبه. اول ما وقفت على رجلي كان بعد 3 شهور بالضبط، مثل ما انا كنت متوقع، خلاص ملكت الدنيا، انجزت بالنسبه لي يعني، حققت الفتره اللي انا كنت اتحدي نفسي فيها، كنت خايف يعني انه يطلع كلامه كلهم صح، انه معقول اوقف، بس ما كنت عم فكر داخليا. وبالفعل الحمد لله وقفت بعد ثلاث شهور وقفت وقوف بدون مشي. محمد ما شاء الله عليه يعني، اول ما جاء شفنا البروفايل الامكانيات، وكان بحابب يطور نفسه يعني، موضوع تطوير ذاتي هذا اكثر شيء عجبنا فيه، انه
واحد خريج هندسة بيشتغل برامج الهندسية 3D Studio Max والأوتوكاد وبرامج هذي. للأسف في كثير من الشباب اللي هم يعني خريجين هندسة وضعفاء أو ما يعرفوا هذه البرامج. فهذا الشيء الرئيسي اللي شجعنا كمان إنه نعينه. أنا عندنا مبدأ أو عندي شخصية مبدأ إنه أنا أهم شيء اللي قدامي إيش مو إيش أقل يقدر يديني. أنا ما بتعامل معه ولا عمري يعني تعاملت معه إنه هو عنده إعاقة. هو وظيفته مهندس بتعامل معه زي وزي أي مهندس عادي. وبالعكس ما شاء الله أثبت جدارته حتى على بعض زملائه. أنا أول شغل قدمت فيه كان في شركة أنا دخلت مهندس. أنا متذكر اسمه لأنه ما كتير بصراحة بسطت له. بس تناقشنا بالسلاري إنه قديش. فأعطاني سلاري كتير كان قليل يعني بالنسبة لمهندس مو هالسلاري. فإنه ليش يعني أنا بعطيك شغل أنت جيت شغل ممكن تكون أحسن من الشخص الطبيعي يعني حتى لو أنا كنت قيد العلاج يعني. فكان هذا عرضه. بعدين الحمد لله متقاتل على هالشركة. هاي شركة مكتب مهندس المتحدون مكتب استشاري. تعرف فيه على عائلتي الجديدة الحمد لله. كان في مهندس عبد العزيز الغامدي هو أول واحد عمل معي الانترفيو. يعني تفاجأت بأنه فورا بدون تيست بدون شيء قال لي أهلين وسهلين فيك. يعني قال لي بكرة بتداوم. طيب بالعادة بيعملوا تيست أو تجربة أو شيء. فشفته كتير فرحان مبسوط الحمد لله. محمد كان عنده ناحية إبداعية في الرسم الهندسي في تقريبا احنا نسميها الرسم الثلاثي الأشياء دي. فلما وجدت عنده هذه الأشياء بالعكس أنا يعني استثمرتها فيه. إنه صحيح أنت قد تكون من ناحية الإشرافية العملية الخارجية في عندك شيء بيعيقك على الإشراف الخارجي، لكن العمل ليس بس خارجي، العمل فيه برضه مكتبي وفي إبداع في مجالات أخرى. في ناس ما تطلع من مكاتبها أبداً. فهو الأخ محمد معذرةً في الناحية هذه أجاد وتم استغلالها بشكل أكبر بحيث إنه هو يستثمر عمله هذا ويستثمر قدراته الكامنة عنده في إنه في يوم من الأيام أنا شخص عندي قدرات ممكن أستثمرها في هذا العمل، ممكن أنتج، ممكن أبدع. لكل شخص تعرض سواء لابتلاء بالصحة أو أي أنواع الابتلاءات إنه رب العالمين يعني لما نختارك اختارك لأنه بحبك. يعني في ناس للأسف ما تقدر تمشي. طب أنت بتقدر تحرك أيديك، ممكن تختص في أحد البرامج الرسم، ممكن تكتب شعر، ممكن رواية، ممكن في ناس العكس. يعني في لكل شخص في له، بس انت في داخلك شوف انت بايش. ما تقعد تسوق الحزن، لا يعني هي اكسيدنت صارت معك، رب العالمين ابتلاك فيها، حب يختبرك، حب اثبت للناس واثبت لله عز وجل انه انت قادر. لانه لما منحك هالابتلاء مثل ما منحوا للانبياء كلهم ونجحوا في الابتلاء، يعني انت اذا مرتبتك عاليه عند رب العالمين. محمد من الناس اللي كتير غالين على قلبي طبعا، وقد ما انا حكيت يمكن عن محمد ما حيكفيني وقت اصلا بسيط اني احكي عليه. شخصيته وطيبة قلبه، تعامل الراقي مع الناس، يمكن اكتر ناس اللي انا بتواصل معهم بهالفترة الحالية هو مهندس محمد اللي هو كان طبعا صديق كتير قديم من ايام المدرسة. محمد انا بالنسبة لي كان محمد رفيقه لمحمد تاعي ما اختلف علي كثير من ناحيه اصابته. انا ما كنت ولا حد هلا دائما بذكره بهالنقطه انه شيل اصابتك بعلاقتنا مع بعض. ما بدي انه يكون في
شيء انه يصير حاجز مثلا بطلعاتنا اللي كنا نطلع مثلا بروحاتنا بجياتنا باحاديثنا، انه اصابته ما راح توقف شيء، ما حيغير شيء عن قبل. نصيحتي للجميع انه كل ما ضاقت تاكد انه راح تفرج. يعني كل ما بلشت كثرة الهموم وكثرة المشاكل والكرب، تأكد إنه الفرج مرتبط في النهاية. فابتسم لأنه عم تقرب من طريق الفرج. وشكرا لبرنامج أكسجين. ما زال لدينا الكثير من التقارير، ولمن أراد المشاركة معنا تواصلوا عبر عناوين التالية. فاصل ونعود. مهما يكون أنا إنسان وحبي للحياة فطرة، قولي لأ أنا مخلوق، أيوة حكون سبب فكرة. ولو عدت علي سنين والقلب مكسور أو حزين، طول ما الهوى في أكسوجين حفضل أنا. لمركز رسالة، رسالة لذوي الإعاقة العقلية والجسدية، فتح أقسامه الفنية والإدارية لتغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. لنتعرف عليه أكثر خلينا نتابع هالتقرير. واحنا في مركز رسالة لذوي الاحتياجات الخاصة زرنا القسم الحركي ومعانا أستاذ أحمد أخصائي تنمية مهارات بالمركز. أهلا وسهلا بيكم، شرفتنا ببرنامج أكسجين. كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه الأنشطة اللي بتتم هنا بالضبط في المركز في القسم. احنا هنا في مركز ذوي الاحتياجات، أول حاجة لما بتيجي الأطفال عندنا بيخشوا الأول على القسم النفسي، بيبتدي القسم النفسي يشوف يعمل لهم اختبارات، نشوف نقطة الضعف ونقطة القوة عند الأطفال. بعد كده يبتدوا يتوزعوا على الأقسام هنا. في أطفال بتيجي عندي في قسم الحركي، بنبتدي إن احنا نشوف القدرات الحركية عند الأطفال، بننمي القدرات الحركية عند الأطفال عشان المرونة. بنبتدي إن احنا بنشتغل على أنشطة التوازن، أنشطة النط، أنشطة شد الحبل. تمام. في اطفال بتيجي قسم الحركه بيبقى عندها نشاط زايد، بنبتدي ان احنا الاول بنطلع الطاقه اللي جواهم في الحركه عشان لما يروحوا بقيه الانشطه مثلا زي قسم تنميه المهارات يبقى الطفل مطلع كل الطاقه اللي جواه، فهي مركز في الدرس كويس. انت في رايك ايه اللي بيعود على الطفل ذو الاعاقه لما بيجي عندك القسم؟ ايه الفايده اللي بتعود عليه؟ يعني ايه الفرق اللي بيحسه قبل ما يخش القسم وبعد ما يخش القسم؟ اول حاجه في القسم الحركي، اول حاجه هنا لما بيجي الطفل عندنا اول حاجه بتطلع عليه دايما بتبقى ان احنا بنخرج الكابتن اللي جواه، بنخرج الطاقه الزايده اللي عنده. تاني حاجه ان الطفل دايما بيحس بالملل، ما يبقى زهقان، يبقى مبسوط وهو جاي. يعني دي اكتر حاجتين بنضغط عليهم عند الاطفال، بننمي القدرات الحركيه عندهم، بيبقى عندهم مرونه بعد كده في كل حاجه. عظيم جدا، عظيم جدا، وشكرا لحضرتك شرفتنا برنامج أكسجين. شكرا جزيلا. استاذ عبير، ممكن حضرتك تحكي لنا واحنا في قسم مونتسوري ايه المجالات الرئيسيه اللي بيقدمها القسم وازاي الاطفال بتستفيد من وجودها في قسم مونتسوري؟ هو المفروض ان الاطفال اول ما بيجوا مونتسوري بيتم طبعا الاول الاطلاع على التقارير النفسيه الخاصه بيهم، وبناء على التقارير بنحدد اذا كان الطفل هيدخل مونتسوري او لا. طبعا. الطفل بيدخل معانا مونتسوري بيبقى فيه خمس مجالات بنركز عليها. طبعا اول مجال هو انشطه الحياه العمليه، في انشطه الحياه الحسيه، في القراءة والكتابة والحساب. تمام. الطفل أول ما بيدخل بنعرف الأول قدراته، بيتم لي تقييم الأول، وبناء عليه بيتم وضع البرنامج للطفل. في أطفال بنركز معهم على أنشطة الحياة العملية خاصة لما بنحتاج اللي هو نزود التركيز والانتباه عنده. بعد كده ننتقل لأنشطة الحياة الحسية، بعد كده بنوصل للمجالات النهائية اللي هي المفروض القراءة والكتابة والحساب.
الطفل هنا بيكتسب المفاهيم بطريقة اللي هي قريبة من البيئة أو قريبة بشكل مجسم. تمام. لأن الطفل في السن ده بيكتسب الحاجات أو المفاهيم بشكل حسي أكتر منها من يكون بشكل مجرد، عشان كده بتبقى معظم الأدوات هنا ألوان وحاجات قريبة من البيئة. وطبعا المجالات دي حضرتك واخدينها في الأساس من منهج مونتسوري اللي بيتقسم للمجالات الرئيسية دي، مش كده؟ يعني ده ترجمة عملية لمنهج مونتسوري. عايز أسأل حضرتك بقاله قد إيه القسم موجود؟ هو قسم مونتسوري موجود من أول المركز مفتتح. المركز فتح بقاله قد إيه؟ المركز فتح بقاله 4 سنين. تمام. احنا تشرفنا بحضرتك وشكرا جزيلا، شرفتينا في برنامج اكسجين. قبل طفلين من ذوي الإعاقة، سخر حياته وأهل بيته ليكون جنة لأطفاله. قصة نجاح مشرفة للسيد عبد الله وجديرة بالتقدير، خلينا نتابعها مع بعض. هذا ابني الكبير محمد، عمره 13 سنة. هذا برضه عبد العزيز، عمره 9 سنوات. هذه أمهم. هذا صغير حلو اسمه ريمال، وبنت حلو الثاني اسمه ريتاج. هذا عائلتي عبد الله بهجر. في بداية محمد هو الأكبر، عمره 14 سنة، ولد ولادة طبعا كان مشكلة ولادة عنده نقص في الأكسجين أثناء الولادة. طبعا ما بلغونا فيه أثناء الولادة، أخذوه بالحضانة مدة ساعتين ورجعنا إياه طبيعي، ما حد تكلم. حلو. بعد تقريبا سنتين تأخر في المشي، تأخر في الحبي، كل شيء تأخر فيه. بعد 3 سنوات ولد ما تكلم ولا كلمة، ودينا مستشفى الحراء، كشف عليه، كشف طبعا الدكتور مخ واعصاب، افاد انه احتماليه وجود مرض التوحد. طبعا مشكله المرض ما كان مش مفهوم قبل 10 سنوات، ما حد كان داري عنه اساسا، فقال احتمال يكون مرض التوحد. استمرينا برضه في العلاج، اعطى اشياء مهدئه. السنه الخامسه عمره تقريبا دخلنا مدرسه خاصه في مكه، جلس فيها 3 شهور. للاسف ما كان يسوي اي حاجه معه الا ياكلوه ويشربوه بس، ما كان يسوي أي حاجة معه إلا أكل وشرب ويخرج. بعد كذا دخلنا طبعا استخرجنا، ما استفدنا منه برضه، مصاريف غالية جدا، تكاليف جدا غالية كانت، فخرجنا. في السنة السابعة طبعا جاء عبد العزيز بعد محمد تقريبا من 4 سنوات. حلو. محمد طبعا مشكلته كان عصبي، إذا عصب يعض يده، حتى في أثار سواد إلى الآن موجودة في يده. كنت نحاول نمسحها مرهم، نحاول بعلاج ما تروح، لأن كل ساعة يعض فيها زيادة فتسود زيادة. حالة العصبية مرة شديدة فيه إلى الآن، إذا عصب فضل وضعه يعتبر هادئ، أحسن من أخوه كثير، بس مشكلته العصبية إذا عصب يضرب أخوانه، يضرب أحيانا أمه، أحيانا يعض نفسه. يمكن الوحيد أنا اللي طبعا أخذ احترام كبير، أنا زي اللي شاد عليه شوية، فما دائما يكون معي هادئ. محمد طبعا يتكلم كلام طبيعي بس اللهم كلمة خفيفة، بابا بحر، يفهم الإشارات، يفهم بطنه فين شعره، فين إذن، يفهمها كاملة. روح جيب الجوال، طفي التلفزيون، طفي كيف، يفهمها كلها كاملة. بس تكوين جمل ما عنده، تكوين جمل نهائية، بس اللهم كلمات، بابا بحر يلا زي كذا بس. والآن طبعا جالس في البيت، كل ما فاد المركز لازم يحتاج مركز دخول تعالج فيه تعديل السلوك، تعديل موضوع الخطاب، ما تخاطب مع دكاترة. هذا مشكلة محمد. رامي زلوم سخر إعاقته ليكون صوتاً لذوي الإعاقة، يسمع قضاياهم ويساهم في حل مشاكلهم، ولم يتوانى للحظة عن مساندتهم والوقوف بجانبهم في برنامجه الإذاعي. لنتابع. رامي زلوم، مين رامي وشو بتشتغل؟ رامي زلوم، أنا عمري 30 سنة.
وبشتغل مقدم برامج ومعيد مقدم برامج في راديو البلد اللي هو من ضمن شبكة الإعلام المجتمعي. يعني تخرجت من أدب إنجليزي من جامعة المستنصرية في بغداد. بعدها أجيت لهون، ما كان يعني قبل هذا كله ما كان في ما كان عندي إعاقة معينة، ولكن بعد ما استمريت في يعني اشتغلت في علاقات العامة وفي مستشفى العيون تخصصي، وبعدها بعد سنة تقريبا من تخرجي أو سنة وشوي صار عندي زي مرض معين بالنخاع الشوكي، على أثره صار في شلل كامل. رامي، عشان الإعاقة تبعتك كانت شديدة، فممكن توصف لنا كيف كان شعورك قبل وبعد الإعاقة؟ هو أكيد يعني كان في عندي أحلام ماشية بدي أمشي فيها كخطة إني أكمل أو أحقق هذا الحلم، بس لأجل الصدفة إنه كنت أنا مبلش قبل مرضي، بنبلش في موضوع الصحافة، بنبلش في موضوع الإعلام بالتدريب وهيك في نفس راديو البلد. بعد المرض شي بسنتين تقريبا، إنه بعد ما حسيت حالي إنه فعلا ممكن يعني أرجع أكمل، كان بالحلو إن بالموضوع إنه هم يطلبوا مني إني أرجع وأكمل معهم حسب إنه مقدرتي على هذا الموضوع. رامي نفسه لما فكر يرجع مرة تانية يرجع من واقع عاشه وشاف في كتير ظروف، وكنت أشوفه وقتها لما كان بالمستشفى إنه في كتير عنده ملاحظات مثلا عن القطاع الصحي، وأتذكر حتى هو بعد ما طلع من المستشفى وكان لساته حالته مش مستقرة عمل تقرير عن واقع مثلا اللي بيعانوا من يعني مناعة الواحد لما تنزل كيف ممكن إنه يكون عرضة لأي مرض ممكن يصير فيه، حاول يعكسه من واقعه وكتب فيه تقرير معمق. شجعته أن يجي على الراديو، أنه نحن الراديو يعني رامي صديق الراديو صاحب الجميع وكان زميلة لفترة من فترات، ولو أنه ما صار في حدث كان فول تايم زي وزينا لفترة من فترات، كنا نحكي من زمان رامي كان عندنا، يرجع ببرنامج خاص بقضايا ذوي الإعاقات المختلفة على اعتبار أنه هدول القطاعهم كان مش متخصص عنه، وكنت أنا أسلمه ببرنامجي، برنامجي يعني بقضايا حقوق الإنسان. فكان اجتهاد من رامي نفسه انه ليش ما نعمل تركيز اكثر على هذا الواقع، لانه الواقع صعب، انه صعب تحصره بموضوع واحد بحلقه يمكن بالسنه حتى. فالفكره وين؟ انه شجعته فيها انه تعال في برنامج واعمله. ما كانت عنده تجربه في العمل الهوى خلينا نسميه، وتعقيدات اللي يطلع الواحد على الهوى، اصر رامي وكنا من وراء داعمين، ورامي هلا يعني داخل برنامجه ويمكن يتجاوز 80 حلقه بهذا البرنامج باصرار طبعا انا بسميه. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كنا زي بعض، البرنامج الذي يخص ويهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم موضوعنا راح نتحدث فيها عن بهيك بتنتهي حلقتنا لليوم. أكيد بدي أتمنى لقاءكم بأسبوع القادم إن شاء الله بموضوع جديد يهم خص الأشخاص ذوي الإعاقة. كنت معكم أنا رامي زلو من الإعداد والتقديم. رامي شعلة نشاط، رامي عنده أمل، ما بعرف فكرة اليأس. التجربة اللي مر فيها التجربة الصحية كانت كتير صعبة، إنسان كان بمقتبل عمره بنشاطه، كان دائما بالرياضة وبسباحة وعنده الشغل وعنده طاقة كان يستغلها خارج إطار شغله القديم بكتير من القطاعات. الظرف الصحي اللي مر فيه الحادث الأليم، واحد تاني كان ضله قاعد في البيت يأسان، هو أصر إنه ما يكون يأسان ويبدأ حياة جديدة بتجربة جديدة، وهاي كانت فرصة للواحد يفهم شو معنى التغيير اللي بمر عليه، فهو هذا متجسد برامي. نتمنى بالمستقبل القريب يكون واقع الأشخاص ذوي الإعاقة أفضل والاهتمام في قضيتهم أكبر، خصوصا في مجال التعليم والعمل. ورسالتي لكل شخص من ذوي الإعاقة إنه هو شخص، هو فرد من أفراد المجتمع له طاقات ممكن استثمارها ليكون يثبت وجوده في هذا المجتمع.
حلقتنا لليوم، نوعدكم بتقارير ممتعة وشيقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.